عزيزي المتابع، أنك بإمكانك أن تعرف شخصيتك وأهم مواصفات هذه الشخصية من عدد حروف اسمك. فإن كان عدد حروف اسمك 4، فدليل على أنك شخص لا يحب أن يسيطر أحد عليه، وأنك وفي في حبك ومخلص له، وأنك صاحب ذوق جميل في اختياراتك، وأنك إن كان عدد حروف اسمك 5، فهذا يدل على أن شخصيتك قوية، وأنت حنون جدا على أصدقائك وعائلتك. أما إن كان عدد أحرف اسمك 6 أحرف، فهذا يدل على أنك شخص عنيد ولا يحب أن يأكل حقه أي شخص كان، وأنك إنسان محب للآخرين. أما إن كان عدد حروف اسمك 7 أحرف، فهذا يدل على أنك شخص يتمتع بشخصية قوية، وأنك إنسان كامل له نظرات حادة. أما إن كانت عدد حروف اسمك 8، فهذا يدل على أنك شخصية غامضة جدا ولا تبوح بالأسرار، ولا يستطيع أحد أن يعرف بماذا تشعر. أما إن كنت من الأشخاص الذين عدد حروف اسمهم 9 أحرف، فهذا يدل على أنك شخص غامض بمعنى الكلمة، وسرك يبقى بداخلك ولا تبوح بمشاعرك لأي شخص كان. إذا أعجبك الفيديو قم بالاشتراك في قناتنا ولا تنسى أن تشاركه مع أصدقائك.